اليوم أنا حابة أصير لكم شهادة حياتي. أول شي بحب بلش إنه أنا خلقت بعائلة مسيحية وعلموني كيف عيش حياة حلوة مع الرب. بس أنا كنت روح على الكنيسة كواجب وما كنت بعد مصدقة حب يسوع لإلي، وما كنت أحب فرجي إني مسيحية قدام رفقاتي. مثلاً أنا وقت كانوا يسألوا سؤالات بالصف كنت أعرفهم عن يسوع، بس كنت أستحي إني أجاوب. بعدين أنا وقت اختبرت يسوع وقت صرت أعرفه يوم ورا يوم أكتر وصرت أقرأ بالإنجيل أكتر، صرت أعرف حبه لإلي وصرت أحب إنه وصل كلمته أكتر مثل ما هو وصيني. أنا سلمت حياتي للرب وقت كنت أصغر شوي من هلأ، بس بعد ما كنت متأكدة إني صرت بنت للرب، وفكرت إنه لازم ضل نعيد هالصلاة وضل نسلم حياتي للرب كذا مرة، بس هيدا الشي كان غلط لأنه رب يقبلنا مثل ما نحنا وكيف ما نحنا ومين ما الإنسان كان. أنا قبل ما اختبرت يسوع كنت عصب على أقل شي رفقاتي بيعملوها، بس بعدين وقت اختبرت يسوع عرفت أنه كل الناس بتخطي وأنا لازم فرجي صورة يسوع فيي مثل ما هو سامح الناس يلي قتلوه ووجعوه وصلبوه. وأنا بشجعكم بدوركم أنه تقربوا الكتاب المقدس وتخلوا علاقتكم حلوة مع الرب وتقربوا منه أكتر وأكتر يوم ورا يوم، وهو واقف على باب قلبكم، وأنتو الشيء الوحيد اللي بدكم تعملوه أنه تقبلوه وتسلموا له حياتكم، وهو رح يكون معكم وين ما كنتوا ويساعدكم بكل المشاكل.